وزيارتنا هذا اليوم لغرض تشغيل المحطة الخاصة بشط آل إبراهيم، المحطة المساعدة. عانت هذه المنطقة كثيرا خلال الفترة الماضية من قلة الإطلاقات المائية، وبتنفيذ هذه المحطة اللي تنفذتها كوادر الوزارة حقيقة خلال وقت قياسي سوف تنتهي معاناة المناطق وخصوصا في سيد دخيل نتيجة لهذه الإطلاقات والسيطرة عليها. وبالتأكيد عانت البدعة وشط الشطرة من تجاوزات التي تحصل وما زالت مستمرة في محافظة واسط التي تؤثر سلبا على الكميات الواصلة. كوادرنا تعمل ليل مع نهار لغرض الحد من هذه التجاوزات. نأمل من الحكومة المحلية في محافظة واسط أن تساعد الكوادر، لأنه حقيقة العملية التجاوز على الحصص المائية تؤثر بشكل كبير ومباشر على حصة الناصرين من شط الغراف من ناحية الغراف. لذلك بإنجاز هذه المحطة، وهذه المحطة سميت بمحطة كاظم الغيظ تأمنا بذكرى وفاة الإمام الكاظم عليه السلام التي تصادف هذه اليوم في وقت زيارتنا، وإن شاء الله تؤدي هذه المحطة دورها وتنقذ المنطقة بالكامل. عانوا معاناة طويلة خلال الفترة الماضية، إن شاء الله هذه المعاناة سوف لن تستمر بتنفيذ هذه المحطة. يعني الفترة اللي مضت، الأيام اللي مضت، كان هناك نقص في الكمية الواصلة محافظة ذي قانة نتيجة للتجاوز الكبير في محافظة واسط، وهذا ما أشرنا عليه منذ بداية الموسم. وهناك حقيقة إشكالات كثيرة مع المحافظة في هذا الموضوع، لم نجد يعني التعاون من قبل الحكومة المحلية لأنه هذا واجبها للحد من التجاوزات. ولكن الآن بدأت سيطرة كوادرنا وبدأت الحصص تصل كاملة إلى محافظة ذي قار من شط الشطرة. يعني بالتأكيد ما زلنا في مشكلة التغيرات المناخية، وتلاحظون أنه الارتفاع الغير مسبوق لدرجات الحرارة في هذا التوقيت المفروض تكون درجة حرارة أقل، وما زلنا نعاني من التغيرات المناخية. سوف تحدد الخطة الزراعية بعد استكمال الإيرادات التي تأتي من ذوبان الثلوج، ولكن بالتأكيد ما زلنا في مرحلة التغيرات المناخية، لا يمكن أن نحدد الخطة الزراعية الآن. سوف نتفق مع وزارة الزراعة عادة ما نتفق في منتصف شهر نيسان لتحديد الخطة الزراعية، ولا بد أن نؤكد أن العجز كبير نتيجة لاستمرار الشحة لثلاث مواسم. هذا العجز بالتأكيد أثر، وبدليل أعطينا خطة زراعية شتوية 50%. لا يعني نتمنى أن نعالج هذا الموضوع في الخطة الصيفية، ولكن نود أن نؤشر أننا ما زلنا في ظل التغيرات المناخية القاسية، ما زالت شحة الأمطار قائمة، الثلوج التي تكونت سوف تقلل من العجز الذي حصل، وهذا ما سيؤشر لدينا في منتصف شهر الرابع إن شاء الله.